متابعينا الكرام، متابعي الربيع العربي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. حزن لا يضاهيه حزن، وألم وفراق وألم الفراق لا يضاهيه أي شيء. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين، الأخت البالغة من العمر عشرينيات العمر، والأخت الثانية، والأخ وابن الخالة وبنت العم وبنت الجيران، كله متواجد هنا وبيبكي لأن رمضان اللي اتقتل، رمضان اللي اتاخد غدر، هو أحد الناس اللي لا ليهم زي ما بيقولوا في المشاكل ولا يعرفوا يصنعوها. حزن شديد للغاية أول ما تسمع عن القضية دي في حزبة النخل. رجل أعمال اعتدى على بسيط، ما تعديش من هنا تاني، ولو شفتك بتعدي تاني هكسر لك رجلك. مرة ما تعديش من هنا تاني، ولو شفتك بتعدي من هنا تاني هذبحك. مرة والتالتة نفذ. ايه اللي حصل والتفاصيل هنعرفها دلوقتي مع الأسرة اللي بتبكي بدل الدموع دم، تبكي بدل الدموع دم. هذه الفتاة قدام حضراتكم كان هو العائل الوحيد لها، كانوا رحمة الله عليه، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. عايزك تهدي، هو عند ربنا، واللي بيموت وهو رايح يجيب لقمة عيش بيموت شهيد. وحيد الله، لا اله الا الله. ايه اللي حصل يا ماما؟ عرفيني بيك الاول. انا اسمي نورهان عادل، اخت رمضان. اخت رمضان. رمضان اخويا يوم الاربعاء اللي فات، ايوه، جه صحي الصبح، راح شغله هنا جنبنا في الشارع. فخلص كده حاجات من الشغل كان واخدها رايح يرميها، فعد عليا في البيت قال لي انت فطرتي ولا لا؟ فقلت له لا لسه ما فطرتش عشان ما فيش حد معايا. فقلت طب انا هروح اجيب فطار ونفطر انا وانتي. فقلت له ماشي روح. قال له هرمي الحاجه اللي في ايدي دي واجي. فراح اول مره اتخانق واحد وقفه اللي هو اللي موته دون احمد. راح موقفه وقال له انت اللي معديك من هنا، مش هدك ما تعديش من هنا. فاخويا راح رد عليه عين، قال له صلى على النبي احمد في قلبك. فراح قال له، فراح شتمه. فاخويا راح رمي الزباله ورجع بيشتكي للناس هنا. ما كانش جاب لي لسه الفطار، بقى جاب لي وجه اشتكى للناس هنا. فالناس قالوا خلاص رمضان ما تطلعش على الشارع تاني، الشارع بره كده. قالوا خلاص ما تطلعش على الشارع تاني يا ابني، وربنا يجيب لك حقك. احنا كل يوم وتاني هنعمل مشكله. ده الناس الكبيره، احنا كل يوم عايزه تفض مشاكل، عايزه تفض. ما هم الناس عارفين كل يوم وتاني يعمل مشكله وما بيعمل، ما فيش حاجه. فقالوا احنا كل يوم وتاني خناقه معاه. ما نعرفش انها هتوصل لكده. فجي قالوا طب خلاص انا هطلع اجيب ايه حاجات للجماعه في البيت. فخرج يا عيني وراح منزل طبعا معاه بالسكيكه. ده اكيد طبعا ابو اللي محرده، والفيديو مبين كل حاجه ان هو وقف مع ابوه عند المحل ومطلع له حاجه من جيبه، وعينيهم الاثنين على اخويا وهو ماشي. اول ما اخويا بعد شويه عن شباب الشارع عشان عارف ان لو ضرب عند الشارع الشباب هيقفوا له، فاستنى لما راح بعيد وراحوا بعت ابنه احمد دون، راح جري وراه بالسكينه. طبعا ببص انا بس في الفيديو لقيته راجع ايده كلها مليانه دم. وطبعا بعد ما عمل جريمته بيقول له يلا اطلع. خلاص بقى انت خلصت على الفرخه دي، يلا اطلع. طبعا جيت، كنت انا طبعا في البيت ما اعرفش كل حاجه عن دون. انا واقفه في بيتي لقيت واحد بيقول لي اطلعي الحق اخوكي على الشارع بيتخانق مع احمد مسيد الموان. فقلت له طيب في شباب في الشارع، عشان انا اخو عيال عمامي وعماتي مزعقوا لي ما تخرجيش لو حصل ايه. فقالوا لي اطلعي، ما اطلعي اهم حاجه اشوف اخوكي. فوقفت في الشارع لقيت واحد جاي لي من اول الشارع بيقول لي الحق اخوكي سايح في دمه مدبوح على الشارع بره، الحقي اجري بيه على المستشفى. فطلعت، قبل ما طلعت لقيت الشباب خدوه جري بيه على المستشفى. رحت انا واخده والدي في توك توك وجريت بيه على اليوم الواحد. فعلى الباب بسأل الناس، قالوا لي ايوه يا نسا في حاله دخل دلوقتي على الطوارئ على طول. دخلت لقيت اخويا نايم على السرير وسايح في دمه، ما فيش حته فيه مش باينه من الدم. فانا عشان عارفه طبيعه اخويا عنده سيله في الدم من اقل حاجه بيجيب، ما فيش. فقلت عادي، بس فضلت اصوت من المنظر. قلت له طب الحقوه طمنوني عليه. قالوا لي اطلعي بره واحنا هنطمنك عليه. شويه ولقيت ابن عمتي طالع وحاضن السرير. وبيقول لي بيقول لي اخوكي مات. واخويا التاني في صدمه ومش مصدقين ان هو مات. قلت له دخلوه تاني وهو ما فيهوش حاجه، بس انتوا اتاكدوا. قالوا لي لا خلاص اخوكي مش مصدقه. تعورت ايه اللي انت تموت شاب عنده 35 سنه؟ اصدق ازاي؟ يعني هو ما عندوش قلب ولا عنده حاجه عشان يموت منها. اقول من اقل ضربه مات.
حسبي الله ونعم الوكيل. انا طالبه ان هم الاثنين ياخدوا اعدام، دول دايما هم نحوا حياته كده وحرمنا منه، امه تتحرم منه دنيا واخره. حسبي الله ونعم الوكيل، تجعل اخرته سودا عليه ان شاء الله، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم هم الاثنين، وهم ما تشوف الفرح في حياتها ابدا ولا تفرح بيهم. زي ما حرمتني من اخويا كده اللي كمل عليا البيت، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل. انت اخته الثانيه صح؟ بتطلبي بايه؟ اخته الكبيره بطالب بالاعدام. فعلا. عشان احنا عرفت الحادثه ازاي؟ انا كنت في بيتي وجالي الخبر. جريت على المستشفى. جوزك رن عليكي؟ اللي جاب لي اللي جاب لي الخبر بابن خاله، ابن خالته نادى عليا وقال لي. رحت على المستشفى اسال، ما رضوش يدخلوني. طب اعرف منين ده اخويا؟ لا هو في حاله بتاع ده، في جريمه قتل دخل دلوقتي؟ قالوا قلت له يعني في جريمه قتل؟ قلت له طب اعرف ان اخويا؟ لا. طب دخلني، انا بطولي ما حدش معايا ومعيش تليفون اوصل لهم. طب قول لي مين جوه، اشوف مين جوه هو. لا. قال لي قولي اسمه انا اقول لك. عايزه تعرفها اي حاجه؟ ما انا ما بعرفش ومعيش تليفون اوصل لاي حد ولا اخواتي ولا اي حد. رحت ايه؟ رحت قال لي قولي لي اسمه عشان اعرف بس هو. لا قالوا لي اسمه. قلت له اسمه رمضان عادل زكريا. دخل دخل دقيقتين وطلع اتاكد من الاسم. قال لي هو. قلت له بقى متعور ولا ايه؟ ولا فعلا جريمه قتل مات؟ قال لي لا يا ماما جريمه قتل، ده توفى. قلت له متاكد؟ قال لي بقول لك متاكد ده توفى. قلت له طب مين معاه جوه؟ قال لي ما فيش حد. قلت له ازاي ما فيش حد؟ يسيبوه يمشي كلهم. قال لي اللي موجود راجل كبير وقاعد باين مع رئيس نيابه ولا مش عارفه مين بياخد في اقواله. يا ماما قلت له انت متاكد ان هو مات؟ هو مات؟ متاكد ان مات ولا تعويره؟ قال لي يا ماما ده توفى والراجل الكبير قاعد جنب رئيس النيابه بياخد في اقواله اهو. وراح بعد كده عن الباب وقال لي بصي بياخد في اقواله اهو. قلت له طب ماشي، طب اخش له عشان ده راجل كبير. طالبي بايه؟ طالبي بايه بعد مش هيقدر يعمل حاجه؟ 35 سنه توفى. ده ما فرحش، ما اتجوز، ما فرحش، لا يعني ما دخلش دنيا. وكان اغلب واحد فيهم. انا عندي 40 سنه اهو، عمره ما غلط فيا ولا مد ايده عليا، عمره غلبان جدا ما يضربش. ولو انا اديته كلمه كده وانا اخته بهزار او بجد يبص لي كده ويروح بيديني ضهره وماشي، ولا يشتمني حتى يقول لي بتقولي ليه كده؟ مقدر. قول له بتطالبي بايه؟ بتطالبي بايه؟ الاعدام. شايفه يعني الاعدام؟ هو اعدام مؤثر بوفاه اخوكي لانه كان طالبه بالاعدام للاثنين. طالبه بالاعدام للاثنين عشان لو ابوه خرج، ابوه عنده شابين تانيين والله العظيم مش هتبقى اول جريمه تحصل. زي ما ربى الاولاني عليها على المن على كده هيربي التانيين على كده، يبقى الاثنين ما يخرجوش احسن. الاثنين ياخدوا اعدام كده زي ما هو قلبه جابه ان هو يموت واحد كده مالوش ذنب في اي حاجه، وهو عارف بكده. وهو حكى قدام وقال له يا رمضان انت مالكش ذنب في حاجه، ببقه قالها انت مالكش ذنب في حاجه، بس انا خدتك بذنب اخواتك. حسبي الله ونعم الوكيل في الاثنين اعدام. ده اللي طالبه ما يخرجوش. انت كنت معاهم في اليوم اللي حصل فيه الخناقه؟ كنت واقف هنا يعني؟ شفت ايه؟ الست نزلت كمان وتقول لك انا مش مهم، مش فارقه معايا، واحد يموت والتاني يتحبس. هي ام القاتل. ام القاتل. وبعد كده طلعوا فوق، الواد واقف برده بيشتم ومش همه. الواد واقف بيشتم ومش همه. حتى ابوه لما الحكومه جت دخلت لقيته حاطط في الطبنجه 6 طلقات، يعني ابوه كمان. وابوه هو اللي محرجه على كل حاجه. ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ ده السؤال. ليه ده كله؟ ما هو في الاول في الاخر يعني ده بني ادم راح يجيب اكل. هو في مشاكل قديمه بينهم وبين بعض. بس بعيد عن رمضان. بعيد عن رمضان خالص. ولاد عم رمضان بقى هم خدوا اغلب واحد فيهم. وجم عليه. اللي ما بيعرفش يخربش، اللي ما بيعرفش يخربش، اللي لو حد شافه بيقول الله يسامحك وهو ماشي. واحد ملوش في المشاكل ولا في اي حاجه خالص، واحد بيجري على اكل عيشه. ملوش في الطالب بايه؟ ملوش في اي حاجه خالص. ملوش في المشاكل ولا ليه في اي حاجه خالص. بتطالب بايه؟ انا طالب بايه بعد ضياع زي ما رمضان ما حصل له، زي ما رمضان ما حصل له ووجع قلب اهله عليه، اهله يتوجع قلبه عليهم برضه. اهلهم يتوجع قلبه عليهم، ان دول يفطروا. والفلوس مش كل حاجه. الناس دي مفكره ان الفلوس هتدوس على البني ادمين. لا، في ربنا. هم معاهم فلوس؟ الناس دول مفكره اللي بفلوسهم هيدوس على الخلق. ايوه. لا، في ربنا. في ربنا. وفي قضاء. طبعا احنا في بلدنا، احنا في مصر طبعا في قضاء. في قضاء. والقضاء ما بيسيبش حق الغلبان ولا بيسيب اللي ليه حق بيجيبه. طبعا طبعا. وعشان كده انت بتطالب بالقصاص. طالب ليه ولوالده، ان والده هو المحرر، ان لولا المحلي لولا المحرر ما كانش في جريمه قتل من الاساس. شكرا لحضرتك. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي امام الاسره، و يعني منظر في منتهى الحزن. شكرا لحضراتكم متابعينا الكرام، والى اللقاء.